تواصل فنادق المدينة المنورة استقبال حجاج القرعة وسط تيسيرات يقدمها لهم ضباط البعثة خلال فترة إقامتهم. كما يتم إجراء متابعة ميدانية من غرفة عمليات بعثة حج القرعة للتيسير عليهم. تواصل فنادق المدينة المنورة استقبال أفواج حجاج القرعة وسط احتفاء بقدومهم من قبل إدارات هذه الفنادق القريبة من الحرم النبوي، وتسابق ضباط البعثة إلى سرعة تسكينهم في الغرف المجهزة بمواصفات توفر أقصى درجات الراحة لهم. أنا فخور أني أقدم خدمة لأعز شعب عربي على قلبي كوالد المدينة المنورة، وحبنا لأهل مصر شهادتنا فيه يمكن مجروحة، لكن في ود متبادل بين أهل المدينة تحديدا والسعوديين وأهل مصر، وشرف لنا خدمة حجاج القرعة المصرية. استقبال عظيم ومشرف، والبعثة كلها بتاعت الداخلية ناس عظماء وقابلونا أحسن مقابلة، ومية مية وربنا يبارك فيهم. كل حاجة حلوة وكل حاجة عادة، ربنا يحفظكم ويكرمكم يا رب، وتحيا مصر وتحيا مصر ويعيش الرئيس. وتوفر البعثة خدمات طبية من خلال قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والتي تنسق مع البعثة الطبية المصرية لمتابعة الحالات المرضية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن. يوم عرفة ده هو الركن الأعظم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. خلي اليوم ده كله دعاء، خلي اليوم ده كله استغفار. ويصاحب بعثة وزارة الداخلية عددا من الأئمة والوعاظ، حيث يتم عقد ندوات دينية للرد على استفسارات الحجاج وشرح المناسك لهم. دي ندوات دورية بالتنسيق مع البعثة المصرية هنا بشكل دوري، كل يوم في محاضرة وندوة للنساء يكون بها الواعظات، في محاضرة بنقوم احنا بيها، بالإضافة ان احنا بنكون متواجدين في الفنادق لتلقي الأسئلة والاستفسارات على مدار اليوم. يعني لغونا المشرفين ان في ندوة بعد صلاة العصر، وجينا حضرنا وحكونا من اول ما نطلعوا من الفندق لغاية ما نروحوا بير علي نحرمه، وكل المناسك قالوا لنا عليها. الحمد لله كان توفيق من ربنا ان احنا حضرنا الندوه، الحمد لله استفدنا منها، جزاهم الله خيرا المشايخ الحمد لله واللي قاموا على تنظيم الندوه. وبأحد فنادق المدينة تتابع غرفة العمليات التي جهزتها وزارة الداخلية أحوال حجاج القرعة بالمدينة منذ لحظة وصولهم حتى المغادرة، لتوفير الراحة للحجاج والإجابة على استفساراتهم. الأمانة من أكثر البعثات الحريصة على راحة حجاجهم، شغالين 24 ساعة مكتب عمليات في كل فندق، ضابط متواجد لكل فندق. أشكرهم بصراحة حرصهم على الحجاج، وحرصهم بالذات على الكبار في السن واللي عندهم مشاكل صحية، وحرصا من بعثة حج القرعة على أن تسهل الإجراءات للحاج لزيارة الروضة الشريفة. يتم حجز مواعيد الزيارات واصطحاب الحجاج في مجموعات إليها للاستمتاع بالصلاة في الروضة الشريفة. بيتجمع الرجال هنا في الفندق، بيطلع معهم مندوب من وزارة الداخلية، يوصلهم على باب 37 في الحرم رسول صلى الله عليه وسلم، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بيدخلوا بيخلصوا الزيارة بتاعتهم ومعهم المرافق معهم بانتظام، وبيرجعوا للفندق تاني. بيجي الفوج اللي بعده السيدات بعد صلاة الفجر بيتجمعوا معهم مندوب، وفي عميد هناك سيدة تبع الوزارة عندنا في مصر بتكون في استقبالهم وتدخلهم بيخلصوا زيارتهم وبيرجعوا للفندق تاني. منظومة متكاملة من الخدمات والتيسيرات مقدمة لحجاج القرعة بالمدينة المنورة لتوفير أجواء روحانية للاستمتاع بهذه الزيارة المقدسة طوال فترة إقامتهم قبل التوجه لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج. حزمة من التيسيرات والإجراءات التي يتخذها ضباط بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية للتيسير على حجاج القرعة أثناء إقامتهم بالمدينة المنورة قبل أن يتم تفويجهم إلى مكة المكرمة تمهيدا لأداء المناسك، حيث تتواصل هذه التيسيرات بمكة المكرمة. من أحد فنادق إقامة حجاج القرعة بالمدينة المنورة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.